بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطلبات الصف التاسع، أهلا ومرحبا بكم في دروس المراجعة في مادة الجغرافيا. فهنبتدي النهاردة إن شاء الله هناخد عدد من الأسئلة، هنعمل عليهم مراجعة للمنهج. أول سؤال بنتكلم عن الإقليم القاري تسود به حشائش إيه؟ حشائش الاستبس. الإقليم القاري يعني هو الإقليم اللي هو بعيد عن المسطحات المائية، بعيد عن البحار والمحيطات، فبنقول عليه الإقليم القاري اللي هو إقليم داخلي، عكس الإقاليم اللي هي الساحلية زي إقليم البحر المتوسط اللي هو بنتكلم فيه عن الخصائص المناخيه بتاعه الاقليم القاري والاقليم البحر المتوسط. الاقليم القاري اللي هو الاقليم البعيد عن المسطحات المائيه اللي هو بيبقى الخصائص المناخيه بتاعته شديد الحراره في فصل الصيف خاصه اثناء النهار، وشديد البروده في فصل الشتاء خاصه اثناء الليل، وبتسود به حشائش الاستبس والحشائش اللي هي الشوكيه او النباتات اللي هي الصحراويه برضك من ضمن الحشائش الاقليم القاري. طيب المناخ ده خدنا مناخ الاقليم القاري وخدنا الحشائش اللي بتنمو فيه، الحيوانات اللي هي برضك بتتحمل الجفاف وقسوه الظروف المناخيه في الاقليم القاري اللي هو بيشبه الاقليم البحر المتوسط. طيب دي حشائش الاقليم القاري، الحشائش الاستبس. بنتكلم كمان عن حشائش التندرا اللي هي بتبقى بتنمو في الاقليم القطبي في اقصى شمال قاره اسيا واقصى شمال قاره اوروبا واقصى شمال قاره امريكا الشماليه، بتنمو في الاقليم القطبي اللي هو مش الاقليم البارد. الاقليم القطبي ليس الاقليم البارد لان الاقليم البارد بيقع جنوب الاقليم القطبي. طيب الخصائص المناخيه للاقليم القطبي هي شديد البروده سقوط السلوك في فصل الشتاء قليل الامطار صيفا، وبتنمو فيه نباتات اسمها نباتات التندرا، يبقى نباتات التندرا اللي هي نباتات الاقليم القطبي. بنتكلم عن بعد كده الحشائش، من ضمن الحشائش السؤال بنتكلم عن الحشائش، فهنتكلم عن حشائش السافانا اللي هي بتنمو في اقليم المداري في قاره افريقيا، والحشائش ديت اللي هي بتوجد فيها حيوانات اكله العشب وحيوانات اكله اللحوم، حيوانات اكله العشب اللي هي زي الزراف والفيله، وحيوانات اكله اللحوم اللي زي الضباع والنمور والاسود. اما يجي سؤال يقول لي بتعيش حيوانات الضباع والنمور والاسود في الاقليم ايه، يبقى في الاقليم المداري، ومن اهم الاشجار في الاقليم المداري اللي هي الصنط والدوم في قاره افريقيا. السؤال الثاني بنتكلم عن اشهر مرتفعات جنوب اوروبا، ايه هي مرتفعات جنوب اوروبا اللي هي جبال الألب والبرانس وسيرا نيفادا. عندنا جبال في المظاهر السطح في قاره اوروبا بتنقسم الى المرتفعات الشماليه الغربيه والمرتفعات الجنوبيه. المرتفعات الشماليه الغربيه اللي هي بتتمثل في جبال اسكندناوة واسكتلندا، اسكندناوة واسكتلندا. اما المرتفعات اللي هي الجنوبيه جنوب القاره اللي هي بتختلف اسمائها من دوله لاخرى زي جبال الألب اللي هي في شمال ايطاليا والنمسا، جبال الألب في شمال ايطاليا والنمسا، والبرانس في اسبانيا، وعندي الابنين في والابنين في الوسط، الابنين جبال ايه الابنين في الوسط. طيب ديت المظاهر السطح في قاره اوروبا. عندي السهل الاوروبي او السهول الشماليه في قاره اوروبا اللي بيوجد عليها اعظم مدن العالم حضاره وسكانا، بتتسع من الغرب الى الشرق اللي هي السهول الشماليه في قاره اوروبا. والسهول ديت سهول زراعيه بيجري فيها عده انهار زي نهر الفولجا والراين والدانوب، دي انهار قاره اوروبا، نحفظ الانهار ديت بتبقى انهار في قاره اوروبا. طيب السؤال بعد كده البوكسايت، البوكسايت ده خدناه في قاره اسيا وقاره افريقيا وقاره امريكا الشماليه، بنعرف ان هو الخام الماده الاوليه او الماده الخام لصناعه الالومنيوم، يبقى الالومنيوم هو البوكسايت، البوكسايت الماده الخام لصناعه الالومنيوم، لصناعه الالومنيوم. طيب عندي القطن بيزرع في من اشهر مناطق زراعه القطن في العالم اللي هي دلتا النيل، دلتا نهر النيل ووادي النيل ودلتاه في مصر والسودان في قاره افريقيا. ليه؟ بسبب توافر، يعني ليه اكتر مكان بيبقى فيه في العالم القطن اللي هو نوع من طويل التيله اللي هو في قاره افريقيا في وادي النيل ودلتاه؟ بسبب توافر ظروف زراعته وانتاجه اللي هي المياه الوفيره، المياه الوفيره والحراره، الا محصول واحد بس اللي هو طبعا كل المحاصيل اغلبها بيتتوافر فيها، لازم بتوافر فيها المناخ المناخ والتربه الملائمه لانتاج هذا المحصول، ما عدا محصول واحد اللي هو البنجر، يحتاج انتاج البنجر الى المناخ المعتدل البارد، لازم مناخ معين اللي هو المعتدل البارد اللي بيتوافر في قاره اوروبا، وقاره اوروبا في انتاج البنجر 50% نصف الانتاج العالمي، الاولى عالميا في انتاج البنجر هي قاره اوروبا، قاره اوروبا. طيب عندي نهر النيجر ومصبات الانهار في قاره افريقيا، نهر النيجر بينبع من جبال فوتاجالون، جبال فوتاجالون
جالون ديت موجوده في قاره في غرب افريقيا، وبينبع منها نهر النيجر، ونهر النيجر بيصب في خليج غانا. طيب عندي ثلاث انهار في قاره افريقيا بالترتيب من حيث الطول: نهر النيل 6700 كيلومتر بينبع من هضبه الحبشه وهضبه البحيرات الاستوائيه، هضبه الحبشه اللي هو النيل الازرق، وهضبه البحيرات الاستوائيه النيل الابيض، واهميتهم بالنسبه لمصر اللي هي هضبه الحبشه وهضبه البحيرات الاستوائيه، اهميتهم هم من منابع نهر النيل اللي بيوصل لنا نهر النيل منهم. ونهر النيل بيصب في البحر المتوسط، ومصر دولة مصب بينتهي فيها نهر النيل. عندي نهر ده الاول بالنسبة للطول في قارة افريقيا. النهر الثاني اللي هو نهر الكونغو من حيث الطول، وبعد كده اللي بيصب نهر الكونغو بيصب هو ونهر اورنج بيصب في المحيط الاطلسي، ونهر الزمبيزي اللي هو بيجري في الهضبة الجنوبية هو ونهر لومبوبو يصب في خليج في المحيط الهندي في قارة افريقيا، مصبات الانهار. يبقى احنا خدنا كده الثلاث انهار من حيث الطول في قاره افريقيا: الاول نهر النيل الاول في الطول، وبعد كده الكونغو، وبعد كده نهر الزمبيزي. تتميز الزراعه بقاره اوروبا بانها كثيفه، كثيفه يعني الارض بتزرع اكثر من مره في العام بسبب زياده عدد السكان. يبقى نوع الزراعه في قاره اوروبا كثيفه. في قاره امريكا الشماليه اليه تعتمد على الاله وقله الايدي العامله، لكن الزراعه الكثيفه بتعتمد على اكثر على الايدي العامله، وهي نوع من انواع الزراعه اللي بناخدها. عندنا نوعين بس احنا خدناهم في المنهج عندنا، اللي هي الكثيفه في قاره اوروبا والاليه في قاره ايه، في قاره امريكا الشماليه. بكده المراجعة كده تمت، وشكرا واتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.